اهلا وسهلا بحضراتكم، مع حضراتكم احمد مجدي من شركه رقي للتطوير العقاري. النهارده هنتكلم مع بعض عن منطقه جاردينيا هايتس. دي منطقه عمارات موجوده في قلب التجمع الخامس على محور محمد نجيب مشرف. المنطقه تبعد عن شارع التسعين وبالاخص عن الجامعه الامريكيه او عن كومباوند المخابرات ديار او كومباوند المصريه، 3 دقايق بالظبط من شارع التسعين اللي نفسنا وصلنا منطقه جاردينيا. المنطقه عباره عن منطقه عمارات مكونه من ارضي وثلاث ادوار وروف من 3 أحياء. هي متكونه من 3 أحياء، الحي الاول والثاني والثالث. اللوكيشن بالنسبه للوكيشن او بالنسبه للموقع برضه، فهي قريبه جدا من محور جمال عبد الناصر اللي بيوصلني على الدائري او بيوصلني على مسجد فاطمه الشربطلي، قريبه جدا من الجامعه الالمانيه وقريبه من منطقه النرجس القديمه او حتى النرجس الجديده او اللي بتسمى دلوقتي امتداد النرجس. بالنسبه لجاردينيا نفسها زي ما قلت لحضراتكم، هي مكونه من 3 أحياء، الاول والثاني والثالث. نقدر نقول ان نسبه التشجير اللي موجوده هناك متعديه ال 40%، او نسبه المسطحات الخضراء او اللاندسكيب. نسبه البنى اللي موجود هناك العمارات المبنيه وصلت لاكثر من 95%، وفي نسبه سكن عاليه جدا في جاردينيا معديه ال 35%. طبعا في زي ما قلت لحضراتكم نسبه كبيره جدا موجوده كلاندسكيب موجود عندي في المنطقه، وفي نفس الوقت في منطقه كامله يعتبر نص الحي الثاني بالكامل عباره عن منطقه خدميه وترفيهيه للجاردينيا نفسها. تكون من نادي ومن منطقة مولات ومدارس ومراكز طبية، كل ده عشان يخدم الموجودين داخل جاردينيا نفسها. شركة رقي من أكبر الشركات المطورة في منطقة جاردينيا هايتس، بنمتلك أكتر من 30 عمارة، ده غير اللي تم تسليمهم بالفعل. إحنا كشركة لنا سابقة أعمال من سنة 86 لحد دلوقتي. إحنا بالفعل من أكبر الشركات المطورة في جاردينيا هايتس، بنمتلك أكتر من 30 عمارة في الوقت الحالي، ده غير اللي تم تسليمهم. إحنا أكبر مطور عقاري في جاردينيا هايتس، بنمتلك أكتر من 30 عمارة في الوقت الحالي، ده غير العمارات اللي تم تسليمهم. المشاريع بتاعتنا ما بين تسليم فوري وتسليم في خلال 6 شهور وسنة از ماكسيمم. برضو من ضمن المميزات اللي انت تقدر تاخدها من رقي في ان انت تقدر تاخد المساحة اللي انت عايزها، لان في معظم المشاريع الجديدة اللي بنفتح فيها البيع بيكون الدور بالكامل فاضي، بتوصل معنا مساحة لحد 230 متر و250 متر، طبعا مساحة اجمالية اللي نقدر ناخد منها المساحة اللي احنا محتاجينها. المشاريع بتاعتنا كلها الفيو بتاعها بيبقى مميز جدا، بيبقى يا اما على وايت ستريت يا اما على وايت جاردن، وفي نفس الوقت في بعض العمارات بتبقى واخدة دبل فيو لان العمارات نفسها بتبقى ثنائية الواجهة وبتبقى دبل فيس.